اي وصفه في العالم بتتعمل وبتتحرك في النهايه بيطلع طعمها ما مظبوط، الا الوصفه اللي هنتكلم عنها الليله. الشاي المجنن او الحليب المجنن، ومجنن كلمه سودانيه محليه مرادفها في اللغه العربيه مقنن، يعني حاجه معموله مع صفق الاصرار والترصد. الشاي واللبن المجنن مشروب مشهور جدا في السودان، بنلقاه في الاستراحات ما بين الطرق السفريه للولايات وفي بعض القرى والحلال، وكمان في محلات وكافيهات متخصصه انها تعمل شاي مجنن. بدايه الشاي المجنن جات من الاطراف وتحديدا مع الرواعيه اللي كانوا بيسرحوا بالبهائم في الخلاء، وكانوا بيمشوا لمده ايام او اسابيع او حتى شهور وهم معاهم حله واحده يعملوا فيها الشاي بتاعهم، ولانهم ما كانوا بيقدروا يتحكموا في درجه الحراره اللي بيعملوا عليها الشاي في كثير من الاحيان كانوا بيلقوه محروق لحد ما تعودوا على طعمه وبقى ده مزاجهم اللي بيشربوا به الشاي حتى لما يرجعوا لاهلهم. الشاي المجنن هو عباره عن شاي بلبن بيعملوه في اناء خاص به فقط بيسموه حله الشاي المجنن، وطريقه تحضيره كالاتي: بيضيفوا شويه من اللبن في حله الشاي المجنن وبيخلوها لغايه ما تتبخر تماما، بنلقى انه في نهايه الحله اتكونت لنا طبقه سميكه لونها بني، ودي هي عباره عن الجنانه، ودي هي عمليه التجنين او زي ما بيقولوا لها في اللغه العربيه تحميص. بعدها بتضيف باقي كميه الحليب وبتكمل عمل الشاي عادي جدا. شاي مجنن يعني شاي محمص او شاي محروق. في كثير من ستات الشاي والمحلات والكافيهات متخصصة إنها تقدم شاي مجنن، والسودانيين بمختلف أعمارهم بتلقاهم في المحلات دي واقفين بالصف عشان يلحقوا لهم كوباية شاي معمولة بحب. حاجة جميلة كيف إنه مزاج الشعب كامل يرتبط بمشروب يتعمل عن طريق الصدفة من زول بسيط في أبعد مكان، وبعدين يتحول لعادة غذائية واجتماعية في كل المناطق، ويتخصص له ناس يعملوه محليا وعالميا عشان يقدموا النكهة الخاصة دي، ويكون نكهة الشاي المجنن هي نكهة الوطن. الشاي المجنن ممكن يكون المشروب الوطني المعروف به البلاد زي الكابتشينو في أمريكا والشاي التركي في تركيا وشاي الكرك الهندي. رأيكم شنو؟ يا ريت تعلقوا لنا بمواقفكم مع الشاي المجنن، وهل حصل مرة جربتوا تعملوه؟ لحد ما نلاقيكم في وصفة فريدة وحكاية جديدة من حكاوي ضواقة. مع السلامة.